للمرة الأولى ينعقد في مدينة فرانكفورت الألمانية المؤتمر العماني للتجارة، وذلك بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين. المؤتمر ركز على التعريف بالسلطنة ومجالات الاستثمار فيها والفرص المتاحة من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. طبعا هذا المؤتمر طبعا مهم بالنسبة للسلطنة، لأنه هذا يعمل على تعريف السلطنة ومقومات الاستثمار في السلطنة. في هذا اليوم طبعا هناك حوالي أكثر من 150 شركة ألمانية موجودة في هذا المؤتمر. تطرق هذا المؤتمر إلى مقومات الاستثمار، الحوافز المقدمة بالنسبة للشركات والاستثمار الأجنبي. تم تعريف أيضا الشركات الألمانية بالمشاريع القادمة في السلطنة والتي أيضا في طور التنفيذ، مثل مشروع سكة الحديد، وكذلك أيضا مشروع تطوير المطارات وأيضا بناء مطارات جديدة في السلطنة. من ناحيته أكد ديتا هالا مدير قسم الاقتصاد والتنمية بوزارة الخارجية الألمانية على أهمية الاستثمار الألماني في عمان، وذلك لما تتمتع به السلطنة من موقع استراتيجي بالإضافة إلى الأمن والاستقرار السياسي، مما يوفر مناخا خصبا للاستثمار. العلاقات الثنائية بين ألمانيا وعمان وخاصة على الصعيد الاقتصادي شهدت تطورا ملحوظا ومميزا في السنوات الماضية. هناك العديد من الشركات الألمانية والمستثمرين الألمان الذين بدأت اهتماماتهم تتجه إلى الاستثمار في السلطنة. نحن نلاحظ عملية التطوير والتحديث والنمو التي تشهدها البلد، وأعتقد أن المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الشركات الألمانية والعمانية سيكون لها تأثير إيجابي على عملية التطور هذه. بعد مرور 42 عام من هذه العلاقات، الآن أعتقد حان الدور لتعزيز التعاون وربط مصالح البلدين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، والفرصة متاحة وحان الوقت لذلك. عندنا كثير من الفرص في عمان، عندنا ميناء الدقم، وعندنا ميناء صحار، وعندنا ميناء صلالة، والفرص متاحة لاستقلاب الشركات الألمانية لعمان لاستغلال هذه الفرص الموجودة. وجاءت أهمية هذا المؤتمر من خلال التركيز على المجالات التي تدعم تطوير السلطنة. العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السلطنة وألمانيا تشهد ومنذ عدة سنوات تطورا ملحوظا، وقد أتى هذا المؤتمر من أجل التعريف أكثر على السلطنة وتشجيع الاستثمار فيها. إيفلين أبو عساف، تلفزيون سلطنة عمان، فرانكفورت.